أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد، هنتكلم عن موضوع الموسم، هنتكلم عن موسم الامتحانات. مفيش بيت في مصر إلا وعنده امتحانات. أنا عايز أسأل سؤال، هما ليه بيجيبوا الامتحانات صعبة كده؟ ليه مستقصدين الطلبة؟ اشمعنى الطلبة بالذات؟ اشمعنى الطلبة بالذات اللي هما بيجيبوا الامتحانات صعبة كده؟ وبعدين تيجي تكلم الدكتور تلاقيه بيقول لك انا جيب الامتحان بمزاجي، انا محدش يعدل عليا، محدش يقول لي اجيب الامتحان منين، ان شاء الله اجيبه من بره المنهج، محدش يحاسبني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه محدش يحاسبني؟ هو يا جماعه مش عاوز حد يحاسبه، هو عاوز يجيب الامتحان من اي حته، من اي حته، عشان هو عايز كده. وبعدين تيجي تخشوا المكتب يقول لك اطلع بره، تخشيش المكتب، اطلع بره، مش عاوز حد يجيني، مش عاوز حد يقابلني. وكأنك داخل الحمام مثلا، كأنك داخل عليه الحمام يقول لك اطلع بره، انت ازاي تخش عليا كده مثلا؟ يعني انت ازاي تخش عليا كده؟ يعني الحقيقه ما حاجه غريبه جدا، يعني موضوع غريب جدا. انا كنت ابقى ماشي في الجامعه كنت الاقيهم بيقولوا لبعض اوعوا تنجحوا الواد، الواد ده ما ينجحش، الواد ده يفضل كده زي الكلب في الكليه، الواد ده لو نجح، الواد ده لسانه طويل، الواد ده لو نجح هيقلب علينا. هم كانوا بيعاملونا كده، وهم كانوا بيقولوا كده. احنا كنا مسؤولين يا جماعه، احنا كنا مسؤولين، احنا كنا بنحضر بالساعتين والثلاثه في المحاضره، مش فاهمين ولا حاجه خالص، مش فاهم اي حاجة خالص، وتستحمل الساعتين في الثلاثة بالمحاضرة، في الاخر ينسى ياخد الغياب. موضوع غريب جدا حقيقة، يعني ينسى ياخد الغياب. احنا كان بيطلع عين ابونا عشان نحل الشيت، كان بيطلع عين ابونا يا جماعة عشان نحل الشيت. يعني الحقيقة وفي اخر السنة يجيب امتحان محدش يحط فيه قلم خالص، محدش يحط فيه قلم خالص، عشان هو عايز كده، عشان هو اللي في دماغه كده. انا امي جت في مره تقول لي يا ابني يا ابني نفسي الاقيك في ماده جايب لام، لام واحده مقبول. كل تقديراتي ضاد وضاد جيم يا جماعه، كلها ضاد وضاد جيم، عشان هو عايز كده، عشان هو في دماغه كده. حقيقه يعني موضوع زاد عن حده قوي، وما بقاش في حد عارف يحاسبهم ولا حد. انا عايز اسالك سؤال، انت ازاي بيجيلك قلب تنام بالليل؟ انت ازاي كده؟ ازاي بيجيلك قلب تقعد واكتر من نص الدفعه شايل الماده؟ ازاي بيجيلك قلب تنام؟ انا اعرف بنت في ميكانيكا، اعرف بنت كانت هندسه عادي، كانت بتفكر في يوم تخش قسم ميكانيكا، زيها زي اي بني ادم في الدنيا حابب يخش الحاجه اللي هو عاوزها. الراجل ابوها بيقول لي كل يوم يجيب لها شيخ في البيت يقرا عليها قران. البت اتجننت يا جماعه، البت بيقول للراجل كل يوم بتمشي في الشارع ماسكه مفتاح 10 في ايديها. الحقيقه يا جماعه جننونا، حقيقه يا جماعه احنا بنضيع، مصر كلها بتضيع يا جماعه، بسبب الامتحانات بتاعتهم، بسبب ان هم متعنتين معانا، مفيش حد بيسمعنا، كل واحد بيعمل اللي على مزاجه. انا عايز اسال سؤال، فين وزير التعليم العالي؟ فين رئيس الجمهوريه؟ رئيس الجمهوريه انت فين؟ انت فين من كل ده؟ انت ازاي سايبهم يعملوا فينا كده؟ ازاي سايب الدكاتره يعملوا فينا كده؟ ازاي في عصر النهضه بتاعك سايب الامتحانات تيجي صعبه كده؟ سايبهم يبهدلونا بالشكل ده؟ ازاي هو ده عصر النهضه بتاعك سايب الامتحانات تبقى تيجي صعبه كده والدكاتره يبهدلونا كده؟ احنا مش هنسكت يا جماعه، حقيقه يا جماعه احنا مش هنسكت، مش عاوزين حد فينا يسكت، كلنا لازم نتحرك، كلنا لازم نتحرك. وزير التعليم العالي احنا مش فاشله، احنا مش فاشله يا وزير التعليم العالي، انت اللي فاشل، انت اللي فاشل، ورئيس الجمهوريه بتاعكم هو اللي فاشل، ومنظومتكم التعليميه كلها فاشله، ومناهجكم كلها فاشله، وامتحاناتكم بنت 60 كلب. اقفل يلا خلاص،